بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. توقفنا في الآية في الحلقة السابقة عند قوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني إذا كان عند الزوج ميل إلى إحدى زوجاته بالمحبة أو بالشهوة فهذا لا يستطيعه ولا يأثم عليه، لكن لا يحمله ذلك على الحيف في حق الأخريات، بل يكون عادلا فيما يستطيع، لأنه إذا كان لا يميل إليها ويبخسها حقها أصبحت كالمعلقة التي ليست ذات زوج وليست مطلقة، فتذروها كالمعلقة. ثم قال جل وعلا: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. هذه حالة ثانية. فإذا كان الرجل لا يميل إلى زوجته ويريد أن يطلقها وهي لا ترغب ذلك وتريد البقاء معه لغرض ما، غرض شريف، غرض طيب، فإنه يشرع الصلح بينهما والبقاء على الزوجية كما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وسودهم المؤمنين، وهذا عام في كل الأزواج والزوجات. هذه حالة. الحالة الثانية ذكرها الله هنا: وإن تحسنوا وتتقوا، يعني وإن صبرتم مع كونكم لا تميلون إلى بعض الزوجات، صبرتم على إمساكهن وأبقيتم على عشرتهن وقمتم بما تستطيعون من العدل معهن فهذا إحسان، هذا إحسان منكم إذا لم يحصل الصلح. فأحسنوا بهن أحسن. وإن تحسنوا وتتقوا الله جل وعلا فإن الله كان غفورا رحيما. فإذا قمتم بما تستطيعون من العدل فإن الله جل وعلا غفور رحيم، يغفر لكم ما لا تستطيعون ورحيم بكم. الحالة الثالثة قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعتهما. إذا لم يحصل صلح ولم يحصل الإمساك بالمعروف مع عدم ميله إليها فإن الحالة الثالثة هي الطلاق. وإن يتفرقا بالطلاق يغني الله كلا من سعته. فالطلاق هو آخر المراحل وهو الحل الأخير، لأن الطلاق بغيض إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان حلالا لكنه مثل الدواء يستعمل في موضعه، فإذا استعمل الدواء في غير موضعه ضر، فلا يستعمل الدواء إلا في موضعه. فكذلك الطلاق لا يستعمل إلا إذا لم يكن منه بد، حينئذ يستعمل. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، يغني الزوج بزوجة أخرى ويغني الزوجة بزوج آخر، وهذا من سعة فضل الله سبحانه وتعالى. وكان الله واسعا حكيما، وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه واسع، فهو واسع في عطائه، واسع في حلمه، واسع في علمه، واسع سبحانه وتعالى في ملكه، فهو واسع عليم سبحانه وتعالى. حكيم يضع
الأمور في مواضعها، لا يضع هذه السعة منه سبحانه في غير مواضعها، فلا يعذب بغير ذنب، ولا يبخس أحدا حقه وحسناته التي عملها لله عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى حكيم، يضع الأمور في مواضعها، فيضع العقوبة في مواضعها ويضع الثواب في مواضعه، ويزيد ويتفضل سبحانه وتعالى. وكان الله واسعا حكيما، وصف لله جل وعلا لأنه واسع وأنه حكيم، وهذا من صفات كماله سبحانه وتعالى التي نثبتها له من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. هذا وقد فرغنا والحمد لله من بيان أو ما نقدر عليه من بيان معاني هذه الآيات الكريمات، فننتقل الآن إلى بيان ما يؤخذ منها من أحكام. فيؤخذ منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرعية، فإن الله قال: ويستفتونك في النساء، فهم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرفوا منه الحكم الشرعي في حق النساء. وهذا رجوع إلى أهل العلم، وهذا يشير إلى أنه لا يستفتى إلا أهل العلم وأهل البصيرة، فلا يستفتى من ليس عنده علم، وكذلك لا يستفتى العالم الضال الذي عنده ضلال أو فسق في علمه، وإنما يستفتى العالم التقي، العالم الرباني الذي يخاف الله سبحانه وتعالى، الذي قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا هو الذي يستفتى. كما يؤخذ من هذه الآيات أهمية الفتوى في الإسلام، وأن مرجعها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهمية الفتوى لأن الصحابة رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرجعون إليه إلا في أمور مهمة، والله جل وعلا تولاها فأفتى سبحانه وتعالى، كما في آخر السورة: ويستفتونك في الكلالة، قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة كما يأتي. فالله جل وعلا بين الحكم في ذلك، وهذا هو الفتوى. فدل على أن مرجع الفتوى إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست إلى الآراء والاستحسانات والاجتهادات الخاطئة، كما يقوله بعض المغرضين والجهال، أنه إذا وجدت فتوى فإنها يسوغ الأخذ بها دون تمحيص ودون معرفة هل هي فتوى صحيحة أو غير صحيحة. يقولون: ما دام في قول فنحن نأخذه ونعتمد عليه، وهذا من التفريط، فإن لا يؤخذ من الفتاوى والأقوال والخلاف إلا ما قام عليه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.